صيح يستعمل. ما خطبك يا سامري؟ ما شأنك؟ فقال: ما قد سمعتموه بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تعامل معك بعد اليوم أبدا، لا يتعامل معك أي شخص بأي طريقة من طرق التعامل، لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا طلاق ولا أي نوع من أنواع المعاملات، ولا إلقاء سلام ولا كلام، تماما مقاطعة من كل الوجوه، لا مساس، قيل لا اقتراب منك، وقيل لا يمسك أحد، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. واتجه موسى إلى تحريق الإله الذي عبد من دون الله العجل، ففيه تحطيم آلات الباطل التي تعبد من دون الله عز وجل. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، لننسفنه في اليم نسفا. وقرر موسى عقيدة المسلمين، أو أن الله قال ذلك: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال